أنا حابة أتكلم في ثلاث مواضيع باطين كبدي صراحة. أول موضوع باط كبدي، أستاذة ملكة جمال الشرق الأوسط دنيا بطمة اللي منزلة تغريدة تتحطم على حل الترك. ليش؟ إنه بني 16 سنة تغني عن الحب والغرام، والله خش التربية ما أدري شنو. أنت شكو؟ أنت ليش محسستني إن أنت تحبين حلا أكثر من أمها ومن أبوها ومن اللي خلفوها؟ نفسي افهم انت مو مشغوله؟ جاب لي نفسك، جاب لي اغانيك، جاب لي بنتك، سوي لها كل يوم عيد ميلاد وخرعيها نفس اللي انت سويتيه خرعتيها مسكينه. والله انا اعتقد هي ما اخترعت ترى من الصوت العالي، هي اخترعت منك، ورب الكعبه انفزعت ان حست ان هذا هو المصير. حسبي الله ونعم الوكيل. إيه، وهذا هو الموضوع الثاني. مدام سما المصري، أنا نفسي أعرف مباحث الآداب العامة في مصر قاعد تسوي شنو؟ على قولة الله أكبر، وينهم؟ غافلين عنك ليه؟ شنو هل الانستغرام اللي المدام قاعدة تصور بالحمام بالمايوهات؟ يعني المطلوب شنو؟ يعني لا هو تصوير مسلسل، لا هو فيلم راح نعرض في السينمات مو قريبا اكيد. يعني نفسي افهم، هو اعلان ايه؟ وين يعني؟ هل هذا ترتضيه النيابة العامة والآداب العامة في مصر؟ ليش ماسكين مساكين الرقاصات اللي في المراقص؟ لازم تحطون البدلة تحت مواصفات معينة، والسالفة في الانستغرام انت سمى مصري ملط يا مولاي كما خلقتني. يعني لمتى الشودة؟ عشان ايه؟ لا، والمشكلة اذا حد كلمها في لقاء تقول انا مش رقاصة. طب انتي ايه؟ حددي فنانة بتفني في ايه؟ عايزين نفهم. الموضوع الثالث، يعني أحمد فهمي، أنا نفسي أعرف، أنا مستغربة. يعني موضوع ثالث زواجه خلال فترة قياسية، يعني أول واحدة خذيتها اللي تزوجها حاليا زوجة شريف رمزي، الثانية بنت حسين فهمي اللي كان متزوجها شريف رمزي. يعني ما شاء الله، يعني خذيت العائلة كلها. الحين يا دور على هنا الزاهد. يعني لا، هي صراحة البنت خسارة فيه. البنية ما شاء الله جميلة كيوت صغيرة، تتزوج واحد متزوج يعني مرتين ومطلق فترة قياسية وأكبر منها بش كثر. يعني نفسي أعرف، يعني أنا لو عندي قطوة ما أعطيها يوصل آخر الشارع. يعني ثلاث زواجات في وقت قياسي، منهم زواجتين من غير أولاد. شكل الريال يعني حاسب حسابه حق كل شيء. لا، هو اذا هو مو حرام سالفه، لكن هو سالفه ان انا كل يوم اتزوج بنت الناس واطلقها، واتزوج واحده ثانيه واطلق، واتزوج واطلق، وماش يعني. يعني بنات الناس تجارب لهالدرجه يعني؟ وانا اللي اعرف انه هنا الزاهد زوج امها طلعت زكريا. نفسي اعرف مخ طلعت زكريا وين وصل اللي يقبل انه يزوج. يعني هي انا اعرف ان هنا تعتبر كانها بنته، شلون يقبل انه يزوجها حق واحد متزوج مطلق مرتين؟ ولا بس عشان سوالها انا الواد الشقي والدم خفيف والنجم ضحك على البنت. نسمع الاخبار، الايام ما بيننا. يلا بعد جاي هذا الموضوع الرابع، يلا زلقه بطيحه. بسال سؤال يعني، انسه شو اسمه، ايه شنت الحلاية طالعة قبل كم يوم تطلع تتكلم تعيب في الرجل الخليجي والعربي وتفضل عليه الرجل الامريكي والاجنبي في الزواج. نفسي اعرف، تعرف ليش تفضلين الامريكي
والأجنبي لأن أنت خلصتي على ريايل الخليج والمنطقة العربية، زهقوا منك، هم اللي مش عايزين، مو أنت اللي مش عايزاهم. عمي مش كل الرقاصات مالت هذا، يعني هذه بعدين مستشرفة كلش مالت. واللي في تحذير، في تحذير أقسم بالله، اللي يركب صورة معفنة يحطها يمي وأنا ما قلت اسم لا لرجل ولا لمرأة، قسم بالله لا سود عيشته قانونا، أرفع عليه قضايا والله أكرهها في الدنيا وما فيها. تخصص هذا الموضوع مضطر أن أتكلم فيه، هذا الموضوع يخص الفنانة اليمنية أروى. والنعم في أروى، أروى أنا تعاملت وياها زمان، البنية قمة بالأخلاق والاحترام، بس إحنا نفهم موضوع الخلاف. أنت سويتي مسابقة في إنستغرامك وعرضتي إن اللي يفوز ياخذ آيفون إكس، حلو يا أروى. الحين أنا نص المغرب داش علي بسبت المغربي اللي فاز بالآيفون إكس ويدعي إن أنت ما دزيتي لي، وهذه الرسائل الخاصة اللي بينك وبينه دازي لي، نص شعب المغرب دازي لي. فنبي نعرف الموضوع، شنو سالفة المسابقة أروى؟ الرجل فاز، عطي الآيفون إكس، نسمع أنت وعدتي، نبي منك رد. الموضوع شنو؟ أنت هو قاعد يدعي عليك كذبا؟ خلاص بسيطة، أنت مو حولتي له؟ مو فيك شحن؟ DHL ارامكس ما اي شيء، خلاص اوكي، بس الفاتوره مالت الشحن حطيها. انت متاخره عشان شيء قولي لي، انا صارت عندي ظروف خاصه وراح ادز لك اياه خلال التاريخ الفلاني، بس نبي نفهم، لانه مو حلوه في حق سمعتك انت اروى. يعني انا اللي عارفه عندك كل سمعه طيبه، فما اعتقد ان ايفون اكس يستاهل انه يخرب ذيك السمعة الطيبة اللي احنا نعرفها عن الفنانة اروى. فننتظر الرد، او السكوت هني ما راح يكون علامة الرضا، راح يكون معناه ان الرجل كلامه صح وان انت غلطانة. ننتظر رد، ننتظر تعليق من اروى، لان السالفة انا اللي انغثيت فيها. والحين اجمع لوبس خير، أنا حابة أتكلم في موضوع شفته خلال 24 ساعة اللي طافت في بعض البثوث على اليوتيوب. شفت فيديوهات حق الأخت اللي اسمها جوجو، وفي ناس دشولي على السناب. أنا تفاجأت أول شيء بالفيديو المحطوط على اليوتيوب، يعني محطوط فيديو حق جوجو قاعد تقول إن أنا وعبودك وقفنا معاها في سجنها وهي تشكرنا أو شيء من هالنوع. الناس دشت كلمتني، قلت انا ما ادري عن البنية اساسا، لا شاركت ولا ساعدت ولا سويت لها ولا شيء نهائيا، انا ما عندي علاقة مع جوجو نهائيا. اللي صار انا في حياتي كلمتها اتصالين في حياتي، مرة هي كانت متصلة علي في شغلة كانت تبيني اشارك فيها، وانا قلت لها اسفة اوكي، ونصحتها نصيحة من مرة أكبر منها بالسن وعارفة في تجارب كثير في وزارة الداخلية. قلت لها أنتي ماشية طريق ترى راح تنسجنين فيه، قلت لها لا تشدين ظهرك بوايد عدد المحامين، لأن تذكري نقطة، ترى كل المساجين اللي نايمين في السجنين فيه، قلت لها لا تشدين ظهرك بوايد عدد المحامين، لأن تذكري نقطة، ترى كل المساجين اللي نايمين في السجن المركزي ترى كان عندهم محامي، ماشي؟ المحامي ما يقدر يسوي لك شيء إذا أنت متجاوز قانونا، اسمه محامي يدافع عنك مو ساحر يقدر يطلعك. السالفة في ناس فهمتها غلط، في ناس تعتقد أن حطوا حق نفسهم محامين يعني أن أنا طالع منها، لا مو طالع منها حبيبي، بس أنت حطيت لك شخص يدافع عنك في الجهات الحكومية القضائية لا أكثر ولا أقل، يعرف في القانون أكثر منك، بس هذا الموضوع. فأنا ما أحب الصراحة أن يزج اسمي في أشياء أنا ما ارتكبتها ما سويتها، لا زينة
ولا شينه. آخر مرة وثاني مرة أنا اللي اتصلت، يا أول مرة هي اتصلت علي، ثاني مرة أنا اتصلت عليها، كان تحديدا ثاني يوم عزاء والدة الله يرحمها محمد وبدر الشعيبي. حتى أتذكر يوميها كنت طالع من مخفر الجابرية، كنت رافع قضية على إحداهن، شفت شغلة وأنا كنت في المخفر، كان كنا بث حق جوجو هذا، طلعت رقمها موجود عندي كلمتها، قالت لي حتى قالت لي هلا شلونك استاذه، انا معاي البنيه محترمه مالي شغل في اللي قاعد تسوي. كلمتها قلت لها بنت الناس تقبلين نصيحه ولا ما تقبلين؟ قالت امري. قلت لها بنت الناس المراه راحت عند ربها، ان الواحد يتحكى عن انسان ميت ما له داعي، ماشي، ووايد فكر